بصوا، في بقى بعيدا عن الموضوع الليبي، انا من الناس اللي بتحب اللغة العربية جدا جدا، وبشوفها واحدة من اجمل وابدع واقوى اللغات من حيث بلاغتها ومن حيث تعدد مترادفاتها والفاظها وثرائها اللغوي بالمناسبة. واللغة العربية فعلا لغة موسيقية جدا وجميلة جدا وبليغة جدا، وأحب دايما أنه نبقى ندافع عن لغتنا العربية. خد بالك أنه اللغة العربية هي لغة حية لأنها متجددة طول الوقت، وتضاف لها دائما الكثير من الكلمات، المصطلحات، المترادفات وهكذا. وكنت وأنا صغير ويمكن لحد دلوقتي أتابع بعض الحلقات إن وجدت اللي كان يعملها الله يرحمه يا رب الأستاذ فاروق شوشة، وهو واحد من أهم كتابنا وأدبائنا وشعرائنا ومن أكبر مدافعين عن اللغة العربية. كان اسمه لغتنا الجميلة. فلقينا جدل كبير جدا حاصل بعد أن أدرج مجمع اللغة العربية كلمة ما بين مزدوجين وقوسين ثقيلين ترند، لتصبح جزء من اللغة ومتضمنة في معجم الألفاظ والمعاني. السؤال بقى، هل ده سليم ولا ده غير سليم؟ يعني كلمة ترند تساوي رائج، ده كده في اللغة العربية، ويصححني في ذلك جدا دكتور محمد العبد عضو مجمع اللغة العربية وعضو لجنة الألفاظ والأساليب. أهلا بيك يا دكتور. أهلا يا أستاذ يوسف، أهلا بحضرتك يا دكتور. مش هو ترند دي تترجم إلى رائج؟ طيب، هو يعني اسمح لي أولا أن يعني أؤكد أنه ليس من الإنصاف بأي حال من الأحوال اختزال مجمع اللغة العربية في كلمة أو في عدة كلمات. طبعا مجمع اللغة العربية مجمع عريق ولا يضم إلا العلماء الكبار المتخصصين في اللغة العربية، وهم دائما في خدمة هذه اللغة، ولا أحد يستطيع أن هو يقول غير كده. وهم في الوقت نفسه يرحبون ب يعني المشاركة المجتمعية في الشأن اللغوي، ويرحبون دائما بكل المقترحات الجديرة بالنظر والبناءة. كما ذكرت حضرتك دلوقتي، كلمة ترند يعني لها أكثر من مقابل في اللغة العربية من الناحية اللغوية البحتة، يعني متداول ورائج ومتصدر وذاعة وحديث الساعة، وهذه كلها اقتراحات يعني رأيناها في الآونة الأخيرة، وكان الناس يقصدون بها أن تكون هي المقابل العربي لكلمة ترند، بدل من أن ندخل هذه الكلمة الأجنبية إلى اللغة العربية. عظيم. المسألة دائما بالنسبة للمجمع مسألة منهجية في المقام الأول، بمعنى أن لجنة الألفاظ والأساليب نظرت إلى هذه الكلمات المقترحة يعني على أنها المكافئ العربي لكلمة ترند، فوجدت أن كلمة متداول أو رائج أو حديث الساعة أو غير ذلك من المقترحات كلها كلمات مشغولة. مجهولة بمعنى أن كل كلمة من هذه الكلمات لا تدل بالضرورة على ما تدل عليه كلمة ترند في الإنجليزية، وعلى استعمال هذه الكلمة يعني في منصات التواصل الآن. الترند يكون رائجا نعم، لكنه يكون رائجا لأسباب معينة وفي فترة يعني زمنية معينة، وما هو رائج الآن يختفي بعد قليل أو بعد كثير. هذه المقابلات الكثيرة التي اقترحها الناس على أنها المكافئ العربي لكلمة ترند، هذه الاقتراحات جميعا وهي جميعا مختلفة، دليل يعني قاطع على أن الأمر
مع كلمة ترند يعني وإيجاد مقابل دقيق ومناسب لهذه الكلمة ليس بالأمر السهل. لو كان الأمر سهلا لوجدنا يعني مكافئا أو اثنين على الأكثر، لكن تعدد هذه المكافئات هو مؤشر يعني على صعوبة إيجاد مكافئ عربي دقيق ومناسب لهذه الكلمة. اللجنة في هذه الحال لها أن تدخل اللفظ إلى اللغة العربية عن طريق التعريب. أنا في رأيي الشخصي وأنا عضو في هذه اللجنة وعضو في المجمع أن الأمر بالنسبة لكلمة ترند ليس لأنها عربت بقدر ما يعني كون هذه الكلمة من الكلمات المشهورة والمتداولة جدا، بدليل أن المجمع يعني عرب كلمات كثيرة قبل ذلك. أذكر لك الآن أمثلة سريعا مثل كلمة أجندة وكلمة أرشفة وكلمة أولمبياد ونقول مثلا صوت أوبرالي إلى آخر هذه الكلمات التي عربت ولم تثر يعني مثل هذه الضجة المبالغ فيها التي رأيناها مع كلمة ترند. أنا يعني من ناحية أخرى أقرأ هذه الاقتراحات على أنها نوع من الغيرة على اللغة العربية، لكنني أقول في الوقت نفسه إن أعضاء مجمع اللغة العربية ليسوا بأقل غيرة من هؤلاء الأصدقاء والأحباب الذين اجتهدوا في اقتراح مكافئ عربي لهذه الكلمة. لكنني أؤكد في النهاية أن يعني هذا البحث عن كلمة ترند هو في النهاية اقتراح، هو اقتراح اقترحه أحد أعضاء هذه اللجنة، والمجمع حينما يعني يصدر قرارا لابد لهذا القرار من تمحيص من اللجنة ومن مجلس المجمع ومن مؤتمر المجمع. هذه مراحل ثلاث يمر بها إقرار أي لفظ من الألفاظ. ما زال هذا اللفظ يعني تحت البحث والتداول، ويمكن إن شاء الله للأعضاء وهم يعني الأقدر على هذا أن يتمكنوا من إيجاد المقابل العربي بإذن الله. طيب دكتور محمد، يمكن يكون في رأيين لو صح التعبير، البعض يرى أنه ده قد يكون اجتراء على اللغة، وقد يرى البعض الآخر أن هذا إثراء للغة، وبالتالي يفتنا في ذلك دكتور محمد يعني في مسألة حدود الاقتباس من لغات أخرى. حتى القرآن الكريم نفسه في بعض الكلمات هي أعجمية ألفاظ. ده صحيح. هو اللغة في المقام الأول يا أستاذ يوسف كما تعلم، اللغة في المقام الأول الذوق. أيوه. ذوق، الذوق اللغوي هذا يعني له شأن كبير في قبول الكلمة أو عدم قبولها. يعني أذكر لك مثلا كلمة مرناه، هذه الكلمة من الناحية اللغوية كلمة جميلة، كلمة مرناه والبنية اللغوية لها كلمة جميلة. اقترحت كلمة مرناه ذات يوم لتكون مقابلة لكلمة تلفزيون. هل يستخدم أحد من الناس الآن كلمة مرناه هذه؟ لا، الناس يعني يقولون تلفزيون ويقولون حديث متلفز ويقولون التلفزة ويقولون التلفاز. العبرة ليس في يعني أو العبرة ليست فقط بأن نوجد مقابلا عربيا. ما أكثر الكلمات التي اقترحت وكانت عربية فصيحة، لكن هذه الكلمات يعني لم تكتب لها الحياة، على عكس كلمة راديو ومذياع على سبيل المثال. بالضبط، هذا هو الذي أقصده بكلمة ذوق. الذوق اللغوي لم يجد في كلمة مرناه ما يعني يكون به كلمة تلفزيون المقابلة لمرناه مقبولا، فيعني راحوا إلى الكلمة الأجنبية. وهذا لا يعني أن المجمع يعني يجب يعني في إدخال هذه الكلمات الأجنبية إلى اللغة العربية شيئا يعني مستحسنا أبدا. الأعضاء يبذلون جهدا كبيرا حتى يحصلوا على المقابل المناسب. وأنا أذكر لك الآن أن هذه اللجنة، لجنة الألفاظ والأساليب، من اللجان النشيطة جدا. هي تقوم تقريبا يعني بدور مرصد لغوي كامل لاستعمال اللغة العربية في العصر الحديث. أنا بالأرقام أقول لك إن لجنة الألفاظ والأساليب بهذا المجمع العريق
حتى الآن أنجزت 1146 بحثا، كل بحث يتناول إما لفظ أو أسلوبا أو تعبيرا أو تركيبا. 1146 في 6 مجلدات فيما يقرب من 4000 صفحة، هذا جهد ضخم تقوم به هذه اللجنة. فأنا يعني مطمئن إلى قدرة المجمع بأعضائه وعلمائه الكبار إن شاء الله أن يوجدوا مقابلا يعني مقبولا يخضع لمنهجية هذه اللجنة، ويكون من حيث الذوق اللغوي مقبولا أيضا إن شاء الله بإذن الله. طب دكتور محمد، أثقل على حضرتك معلش أنا آسف بسؤال قد يكون الأخير، وهو أنه هل بتختلف أحيانا الأمور عندما يتعلق اللفظ أو الكلمة باختراع جديد أو ابتكار، بما أنه حضرتك ذكرت التلفزيون أو المقابل الآخر لمرناة في اللغة العربية، لكن نعم. عندما يتعلق الأمر بتوصيف زي ما كنا بنتكلم في الحديث بتاعنا الأصلي ما بين كلمة ترند وكلمة رائج، أنه نعم. هذا وصف وليس ابتكارا وليس اختراعا جديد، وكان لدينا كلمة رائج، كلمة موجودة ورائجة ومستخدمة، إلى أنه الأجيال الجديدة هي اللي أصرت على استخدام كلمة ترند. مظبوط. بتختلف الأمور في الصناعة المعجمية يا أستاذ يوسف، في مفهوم اسمه الفجوات المعجمية. الفجوات المعجمية بمعنى أن كل لغة فيها مساحة شاجرة، هذه المساحة يعني ليس فيها اللفظ أو الألفاظ المناسبة لأن تطلق على المسمى، لأن المسمى نفسه غير معروف أو لم يعرف في هذه اللغة. إحنا يعني في بعض الأحيان تكون هناك يعني كلمات جديدة من اللغة من اللغات الأجنبية الإنجليزية أو الفرنسية أو غيرها، لكن اللغة العربية بمعجمها يساعدنا على أن نوجد يعني مكافئا مناسبا. لماذا؟ لأن في هذه المنطقة لا توجد هذه الفجوة المعجمية. يعني في اللغة العربية كلمة أو أكثر تكون مناسبة لتطلق ولتكون المكافئ المناسب لهذا الشيء الجديد، لكن في بعض الأحيان تكون هناك يعني مبتكرات جديدة أو أجهزة جديدة أو يعني ألوان جديدة من الثقافة، وتكون هذه المنطقة بالنسبة للغة العربية شاغرة، يعني فيها فجوة معجمية. في هذه الحال نجتهد يعني لأن نوجد لفظا عربيا مناسبا. إذا لم نجد هذا المكافئ لا بأس على الإطلاق من أن يدخل هذا اللفظ بلفظه إلى اللغة العربية. الكلاسيكية والرومانسية ومثل هذه الكلمات كلها ألفاظ لاتينية، والتكنولوجيا والتقنيات، هذه كلمات يعني دخلت وعربت يعني في اللغة العربية لأن هذه المنطقة ما زالت شاغرة، منطقة العلم والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة والاختراعات الحديثة ما زالت شاغرة. لا يملك المجمع في هذه الحال إلا أن يجتهد، إن وجد مقابلا أو مكافئا مناسبا يعني يقترح هذا المكافئ. إذا لم يعني يوجد مثل هذا المكافئ المناسب ليست هناك مشكلة على الإطلاق في أن تستقبل اللغة العربية هذا اللفظ بلفظه، يعني يعرب هذا اللفظ. عظيم جدا، انا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر ليك دكتور محمد العبد، عضو مجمع اللغه العربيه وعضو لجنه الالفاظ والاساليب. انا مش هقول لكم رايي في الموضوع، بس كل اللي اقدر اقوله لك حقيقه، يعني هو اللغه العربيه في اساسها ما كانش في حاجه اسمها اللغه العربيه، هو في خليط من مجموعه من اللغات اللي كانت موجوده. خلي بالك هو أول من نطق العربية مين؟ سيدنا إسماعيل ابن سيدنا إبراهيم عليهم السلام جميعا. فأنت عندك مجموعة من اللغات اللي تعلمها سيدنا إسماعيل فخرجت اللغة العربية. وبالمناسبة لو بحثت ودققت كويس عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة هتجد أن اللغة العربية نفسها بتحمل أكتر من 20,000 مفردة أساسها من الكتابات واللغات والمنطوقات المصرية القديمة، اللغة العربية الفصحى.